عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. من بجدور نتابع اجتماع تحضيريا للموسم الدراسي الجديد 2020-2021. ومن العيون، مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ينظم حملة للكشف عن وباء كورونا لفائدة أعوانه وموظفيه. وإبداعات فنية لجمعية ألوان للفنون التشكيلية والموسيقى بسيدي إبني. أهلا بكم. بداية النشرة من الرباط، حيث بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد الجبار لوزير. وقال صاحب الجلالة في هذه البرقية: تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه الفنان القدير عبد الجبار لوزير، أحسن الله قبوله إلى جواره. ومما جاء في هذه البرقية بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم ولسائر أصدقائه ومحبيه ولأسرته الفنية الكبيرة عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل أحد رواد التمثيل الكوميدي الهادف بالمغرب، والذي استطاع بأسلوبه المرح الأصيل وأدائه التلقائي الذي ميز مختلف إبداعاته الفنية المسرحية والتلفزيونية من كسب حب الناس واحترامهم لما يزيد عن 5 عقود. وأضاف جلالة الملك: كما نستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد المبرور من دماثة الخلق ومن خصال الغيرة الوطنية الصادقة التي جسدها انخراطه المبكر في صفوف المقاومة ضد الاستعمار وإخلاصه المكين للعرش العلوي المجيد. وتابع جلالته: فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل العزيز في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه. في موضوع آخر، وفي إطار الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق الموسم الدراسي الجديد، ترأس عامل إقليم بجدور وبحضور ممثل الدوائر التعليمية ومختلف الشركاء والفاعلين في المنظومة التربوية، ترأس اجتماعا موسعا بمقر عمالة بجدور لتدارس السبل الكفيلة لإنجاح الدخول المدرسي على مستوى الإقليم. ريبورتاج بريغينا العروسي ومحمد شارة. في بداية هذا الاجتماع التنسيقي لإنجاح الدخول المدرسي الجديد الذي سينطلق في ظل ظروف استثنائية نظرا لإكراهات الوضعية الوبائية العالمية، دعا عامل الإقليم الجميع من سلطات محلية وفاعلين تربويين وأولياء التلاميذ وكل الشركاء أفرادا ومؤسسات للانخراط التام في هذه العملية والاحترام الصارم للبروتوكول الصحي الخاص بالمؤسسات التعليمية من أجل ضمان دخول مدرسي في المستوى المطلوب، مع استحضار الأنماط التربوية التي أقرتها الوزارة الوصية على القطاع، كما تم التأكيد على أن السلامة الصحية هي المبدأ الأول، الشيء الذي يستوجب تضافر جهود كل الشركاء لتدبير المرحلة الأولى من الدخول المدرسي والخاصة باستقبال التلميذات والتلاميذ. من دوبية الصحة تطرقت في هذا اللقاء للإجراءات الواجب اتخاذها، عرضنا عليهم واحد البروتوكول خاص بالإجراءات الاحترازية والصحية الواجب اتخاذها، سلمنا منه نسخة للسيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية من أجل تبنيه. عبرت المندوبية الإقليمية عن استعدادها للمشاركة في هذه المرحلة بالخصوص بجميع أطرها التقنية والصحية. احنا كآباء كان طالبوا بتعقيم المؤسسات العمومية، نطالبوا بتحصيل دراسي وبجودة
حسب مثلا تكييفها مع هذا الوباء. كان الحمد لله هذا النقاش اللي هو مستفيض بطبيعة الحال وأعطى الأكل دياله اللي هو أعطى العامل التعليمات دياله وتكوين لجان اللي هي مراقبة على مستوى المؤسسات التعليمية. لذا نحث جميع الأمهات والآباء مثلا اتخاذ الحيطة والحذر من أجل سلامة فلاذة الأكباد. قامت المؤسسات الخصوصية كذلك يعني بمجموعة من الإجراءات الاحترازية في احترام صارم إن شاء الله في افتتاح الموسم الدراسي، سيتم احترام البروتوكول الوزاري من 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 تخفيف يعني التلاميذ داخل القاعة، من تخفيف التلاميذ داخل بنسبة يعني 50% داخل حافلة النقل المدرسي، كذلك في احترام يعني تام للتباعد الجسدي بين التلميذات والتلاميذ. وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عروض حول الإجراءات المتضمنة في مقرر تنظيم السنة الدراسية والتوجيهات الصادرة عن الوزارة الوصية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالصيغة التعليمية المعتمدة والتدابير الاحترازية، مع تقديم مختلف التصورات والصيغ المزمع تنزيلها خلال هذا الموسم الدراسي وفق ما تقتضيه الظروف الحالية للوضعية الوبائية على مستوى الإقليم. يأتي هذا الاجتماع في إطار الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي، هذا الدخول المدرسي 2020-2021 الذي يتميز عن باقي السنوات السابقة بتميزه بالتدابير الخاصة بجائحة كوفيد 2019. بطبيعة الحال تم التناول وتم الحديث بإسهاب بجميع الفاعلين، خاصة اللجنة الإقليمية التي تم تخصيص الجانب الأكبر منها للتدارس حول الأنماط أو النمط الذي سوف يتم اعتماده على المستوى الإقليم وبالتالي على المستوى الجهوي إن شاء الله. تطرقنا في هذا الاجتماع للعرض التكويني، العرض التكويني برسم الموسم 2020-2021 بالمتخصص التكنولوجيا التطبيقية بوجدور، وكذلك عن إطلاق برنامج التكوين لسنة 2020-2021، وكذلك برمجة الامتحانات نهاية التكوين وامتحانات الولوج لهذه السنة، وكذلك تدابير والإجراءات الوقائية في ظل هذه الجائحة كوفيد 19. التدابير والإجراءات التي سيتم اعتمادها خلال الموسم الجديد تم استعراضها خلال هذا الاجتماع، والذي يهدف إلى تدارس السبل الكفيلة والممكنة لإنجاح الدخول المدرسي على مستوى الإقليم. وسيتبع هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية في إطار التدبير والإعداد للدخول المدرسي الحالي واستعراض سبل تنزيل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. في شأن التربوي، ومن أجل تسليط الضوء على مستجدات الدخول المدرسي بجهة قليميم ودنون في ظل تفشي جائحة كوفيد 19، عقد مساء اليوم بقليميم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قليميم ودنون ندوة صحفية استعرضت مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الوزارة الوصية لضمان دخول المدرسي آمن لتلميذات وتلاميذ مختلف الأسلاك التعليمية. ندوة أبرزت من جانب آخر طرق ووسائل التعلم التي ستعتمدها المؤسسات التعليمية تماشيا مع الظرفية الصحية العالمية، حرصا على صحة وسلامة المتعلمات والمتعلمين. المؤسسة التعليمية العمومية والصحية من بعد ما نعم. ولمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدينة قليميم السيدة عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ودنون. أستاذ الأصفر، أهلا بكم. مرحبا، شكرا للأستاذة مليكة على الاستضافة، تحية لكم وتحية للمتتبعات ومتتبعي قناة العيون. شكرا لك. أولا أستاذ، ظروف استثنائية إذن ترافق محطة الدخول الدراسي لهذه السنة في ظل تفشي جائحة كورونا، كيف تجري تدابير هذه المرحلة؟ فعلا الدخول المدرسي الراهن 2020-2021 هو يعني دخول استثنائي مقارنة مع باقي الدخولات المدرسية السابقة، وقد أملت ذلك الظرفية الراهنة التي تعيشها
جميع بلدان العالم المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على أي كانت هناك استعدادات قبلية على كافة المستويات التدبيرية سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا ومع كافة الشركاء والمتدخلين من مسؤولين إداريين وكذلك مع السلطات والشركاء والفاعلين. الهدف هو ضمان التمدرس هو مجابهة انتشار فيروس كوفيد 19 من أجل سلامة المتعلمات والمتعلمين وصحتهم وأيضا سلامة الأطر الإدارية والتربوية ومن خلالهم الأسر. فهناك يعني مجهودات بذلت وقد تم كما تعلمون يعني اتخاذ مجموعة من القرارات على مستوى الوزارة الوصية على القطاع، يتم تحديد مجموعة من الأنماط التربوية من أجل ضمان سلامة المتعلمات والمتعلمين وفق خصوصيات كل منطقة على حدة، لأن ذلك يرتبط بالوضعية الوبائية التي تتباين من منطقة لأخرى. نعم أستاذ، أزيد من 80% من الأسر تفضل التعلم الحضوري لأبنائها حسب آخر الإحصائيات، يعني لا يطرح هذا الاختيار عبئا على المنظومة التربوية في ظل هذه التدابير المتخذة من طرفكم؟ إذا سمحتم، أو بداية فنعلم أن التعليم هو حق دستوري للجميع، ومن ثم فينبغي أن يبذل كل واحد منا من موقعه أو أن يسهر على ضمان تمدرس التلميذات والتلاميذ اعتبارا للحق الدستوري. فبطبيعة الحال ما دام أن هناك اختيار للتعليم بتناوب فتعليم الحضور عفوا هو في الواقع سيكون تعليم تناوب حسب الوضعيات. فهناك كل مؤسسة على حدة لها وضعيتها الخاصة ترتبط بإعداد التلاميذ. فمثلا بمعنى كما قلتي هناك اختيار للتعليم التناوبي، التعليم التناوبي سيكون تناوبي ما بين الحضوري والتعلم الذاتي في البيت، وهذا يعني يقتضي اتخاذ من مجموعة من التدابير. وقد تم لهذا الغرض وضع إطار أو أطر مرجعية من قبل الوزارة لا فيما يتعلق بتوزيع الحصص واستعمالات الزمن وآليات التعامل التي يتم الاشتغال عليها على مستوى المؤسسة التعليمية من قبل أطر الإدارة التربوية وكذلك من قبل مجالس المؤسسة بتنسيق مع جمعيات الآباء والأمهات وأيضا محيط المؤسسة من سلطات محلية وكذلك منتخبين. فهناك عمل مشترك ميداني، هناك تدابير استباقية تم اتخاذها من أجل تمكين المتعلمات والمتعلمين إن اختاروا التعليم التناوبي حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم. نعم أستاذ، ما هي رسالتكم لأباء وأولياء أمور التلاميذ بما أنهم في هذه المرحلة يعتبرون شريكا أساسيا في تدبير هذا الطريق؟ صحيح، شكرا على هذا السؤال الوجيه، لأن حقيقة الأمر يطرح هذا السؤال بإلحاح. فأدوار الأسر هي مهمة جدا، فمن أجل ضمان تمدرس بناتهم وأبنائهم في هذه الظرفية الخاصة جدا، كما قلت في بداية كلامي على أن هذا الدخول المدرسي هو دخول استثنائي بامتياز من أجل مجابهة انتشار فيروس كوفيد 19، وبالتالي فانتهز هذه الفرصة لألتمس من الأسر من الآباء والأمهات والأولياء أن يقدموا الدعم النفسي والمعنوي لبناتهم وأبنائهم خلال هذه المرحلة، لأن الدخول الراهن يختلف عن ما سبق من مواسم دراسية. نعم، لأن كانت الأمور عادية جدا، نحن الآن لسنا في وضع عاد بل في وضع يستلزم منا اتخاذ تدابير الوقائية والصحية وضمان سلامة الجميع. أيضا الأسر عليها المساعدة على التنظيم الزمني لأنشطة التعلم الذاتي والتعلم عن بعد. مثلا كما قلت في سؤالك السابق أن هناك اختيارات أو تتجه الاختيارات نحو التعليم التناوبي، بمعنى سيكون تعلم هو تعليم حضوري في جزء منه وتعلم ذاتي في البيت، بمعنى ينبغي أن على الأسر أن تساعد أبنائها
في التعلم الذاتي. هذا ليس تهرب من مسؤولية، فمسؤولية التلميذات والتلاميذ هي مسؤولية مشتركة بين الجميع كل من موقعه. أيضا ينبغي تتبع المشاركة التزامنية ولا تزامنية في مختلف الأنشطة، لأنه قد تكون هناك أنشطة تعليم عن بعد، وبالتالي فالأسر عليها أن تدعم بناتها وأبنائها في هذا الموضوع. ينبغي كذلك التواصل مع الأساتذة وإدارة المؤسسات التعليمية في مختلف القضايا المتعلقة بتعلم البنات والأبناء، وخاصة مستوى مسايرتهم للبرامج الدراسية. كما ينبغي أيضا حث الأبناء على التقيد الصارم بالتدابير الوقائية والحاجزية. فعلى مستوى المؤسسات التعليمية هناك تشوير، هناك لا بد من تباعد صحي، لا بد من اتخاذ التدابير الاحتياطية للصحة والنظافة من أجل ضمان سلامة الجميع. أيضا ينبغي على الأسر أن تخبر إدارة المؤسسات بالمعطيات المتعلقة بالمتعلمات والمتعلمين كلما كانت هناك وضعية صحية خاصة. على أي لا بد من عمل مشترك بين الأسرة والمدرسة ومختلف الفاعلين والشركاء. نعم أستاذ عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة إقليميم وادنون، كنتم معنا مباشرة، شكرا لكم على هذه التوضيحات. لا. ونبقى في الشأن التربوي، حيث اجتاز مترشح الأقسام التحضيرية عن إقليم أسازاك الانتقاء النهائي الخاص بولوج هذه الأقسام عن بعد، وذلك تفعيلا لاتفاقية شراكة تربط المجلس الإقليمي لأسازاك وإحدى المؤسسات التربوية بمدينة أكادير. المجلس الإقليمي لأسازاك عمل على تعبئة الإمكانيات اللازمة حتى يمر هذا الانتقاء في ظروف مواتية. في المتابعة حافظ محضار محمد المصطفى خيا ومحمود شراكي. الظرفية الصحية العالمية حتمت تحديد بعض البدائل التي تضمن حقوق عديد الطلبة المقبلين على اجتياز عديد مباريات ولوج المعاهد العليا. المجلس الإقليمي لأسازاك واكب مترشحات ومترشحي الإقليم في هذه الظروف الصعبة والتي تعذر معها تنقل هؤلاء إلى مراكز اجتياز الانتقاء الخاص بولوج الأقسام التحضيرية. مقابلات أقيمت لمترشحات ومترشحي الإقليم عن بعد تفعيلا لمضامين اتفاقية أبرمها المجلس الإقليمي مع إحدى المؤسسات التربوية بأكادير. كان من المفروض صراحة هذه المقابلة تكون شخصية يعني مباشرة في مدينة أكادير، ولكن للأسف كيف ما كتعرفوا كاملين هذه الجائحة، هذه الله يرفع مولانا يرفع هذه الجائحة عنا إن شاء الله، دارت لنا هذه المشاكل، ولذلك جينا نخطوا هذه المقابلة عن بعد في المركز ديال المجلس الإقليمي عوض مدينة أكادير. او احنا كنثمنوا هذه المبادره رغم ان هذه المباراه كنا ندوزوها في اكادير، ولكن بالنسبه لجائحه كوفيد اضطرينا اننا ندوزوها هنا على بعد، وان شاء الله يكون خير ونتقبلوا في الكلاس ان شاء الله. في ظل جائحه كورونا التي منعتنا من السفر والانتقال الى مدينه اكادير لاجتياز المباراه، واثمنا الحظ الموفق للجميع. انتقاء نهائي حرص المجلس الإقليمي لأسازاك على تأمين كل الظروف والشروط المواتية لإجرائه، حيث تمت تعبئة كل الإمكانيات اللوجستية التي تضمن تكافؤ فرص من يحق لهم اجتياز هذه المحطة النهائية من أبناء الإقليم. انتقاء أشرفت عليه لجنة علمية تضم عديد الأساتذة المعتمدين لهذه المهنة. في إطار تدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، اليوم المجلس الإقليمي كيسهر بالتنسيق مع مؤسسة القلم على واحد العملية ديال الالتقاء للولوج الأقسام التحضيرية في إطار اتفاقية شراكة مع المجلس بين المجلس الإقليمي وقطاع التعليم ومؤسسة القلم. فهذه العملية ديال الالتقاء المجلس الإقليمي وفر واحد مجموعة ديال الوسائل اللوجستيكية من أجل إنجاح هذه العملية اللي كتدور في ظروف حسنة وجيدة. هي مبادرات أخرى تنضاف لسلسلة من المبادرات التي انخرط فيها المجلس الإقليمي لأسازاك في ظل جهود التعبئة لتجنيب أبناء المنطقة خطر تفشي الجائحة العالمية. نتائج هذا الانتقاء سيعلن عنها من طرف المجلس الإقليمي عبر عديد الوسائط.
وفي جديد وباء كورونا وطنيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 1400 حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 و866 حالة شفاء و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد-19 اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 66,855 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 51,223 حالة بمعدل تعافي يناهز 76.6%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1253 حالة وفاة بمعدل يبلغ 1.9%. وتتوزع الحالات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء سطات 496 حالة، ومراكش أسفي وضرعة تفيلات 191 حالة، وجهة فاس مكناس 147 حالة، والرباط سلا القنيطرة 147 حالة، طنجة تطوان الحسيمة 89 حالة، كما تم تسجيل 72 حالة بجهة الدخلة وادي الذهب، و54 حالة بجهة سوس مسا، و35 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و24 حالة بجهة الشرق، و12 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالة واحدة بجهة كليميم ودنون. أما توزيع حالات الوفيات الجديدة فيظهر حسب نشرة الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء سطات، و12 حالة بجهة مراكش أسفي، وأربع حالات بجهة فاس مكناس، وحالتين بكل من جهتي درعة تفيلالت والعيون الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة بكل من طنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة وجهة الشرق. وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 184.1 لكل 100,000 نسمة، حيث يصاب أشخاص لكل 3.9 ألف نسمة خلال 24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20,882 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 1,934,269 حالة. وبذلك أصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا يبلغ 14,379 حالة، أي بمعدل 39.6 حالات لكل 100,000 نسمة. ويصل مجموع الحالة الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 193 حالة، منها 47 حالة تحت التنفسي الاصطناعي الاختراقي. وعلاقة دائما بوباء كورونا، نظم اليوم مجلس جهات العيون الساقية الحمراء حملة للكشف ضد الوباء، استفاد من أعوان وموظف الجماعة، وتفاصيلها رفقة محمد المصطفى خيا وعبد الله المحمودي. أعوان وموظفو مجلس جهات العيون الساقية الحمراء استفادوا عشية اليوم من هذه الحملة للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، عملية تنظم في إطار جهود المجلس لتوفير الظروف الملائمة للعمل والوقوف عن كثب على الحالة الصحية لموظفيه وأعوانه. ارتاء مجلس الجهة بتعليمات من السيد رئيس مجلس جهات العيون الساقية الحمراء، وبتنسيق مع السلطات المعنية والهيئات المختصة لوزارة الصحة، القيام بهذه الحملة وهذا الإجراء المتمثل في إجراء أساسي، وهو المساهمة بشكل فعال في تفعيل وتنزيل التطبيق الفعلي الإجراءات الاحترازية والتدبير والتدابير الاحترازية المتعلقة بمحاربة هذا الوباء المستجد. نتمنى أن نكون خالصين في تبليغ الرسالة، وهذا الهدف الأساسي من العملية هو انخراط جميع الفاعلين وبشكل أساسي المورد البشري لجهة العيون الساقية الحمراء المتمثل في الموظفين والأطر الإدارية والأعوان ووكالة تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى المصالح الخارجية لجهة العيون الساقية الحمراء المتمثلة في المستودع الجهوي وجميع المساهمين عن قريب أو بعيد.
هي عملية يستفيد منها اليوم أعوان وموظفو مجلس جهة العيون السقية الحمراء كباقي الإدارات والمرافق على صعيد الجهة، وتأتي بالتزامن مع نهاية فصل الصيف وعودة موظفي المجلس وأطره المستفيدين من الرخص الإدارية خلال هذه الفترة. كأطر موظفين وتربية دعوة السيد رئيس الجهة والمجلس الإدارة جينا نعدل هذا التست، وحتى الإخوان اللي كانوا في رخص كانوا مسافرين وجاو باش الإنسان يحد من هذا الوباء. مجلس جهة العيون السقية الحمراء واحد من المجالس والإدارات على الصعيد الجهوي التي بادرت طيلة فترة ظهور وباء كورونا جهويا لأخذ عديد المبادرات والخطى الرامية لضمان وقاية وحماية ساكنة الجهة من هذا الوباء. وتواصل السلطات المحلية بمدينة الداخلة بمعية هيئات المجتمع المدني تنظيم حملات تحسيسية في صفوف المواطنين بالأماكن العامة لدعوتهم لمزيد من الحيطة والحذر أمام خطر التراخي في تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد. في المتابعة بكر دليمي ومحمد يداز. تتواصل الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 بالداخل التي باشرتها هذه الجمعيات مناصفة مع السلطات المحلية لجهة الداخل وادي الذهب. الوجهة كانت وسط المدينة حيث الأسواق والتجمعات السكنية. الحملة ركزت على توعية الساكنة بضرورة ارتداء الكمامات والنظافة والتباعد الاجتماعي. بداية هذه الجائحة وحنا كنشتغلوا على التوعية وتحسيس المواطنين على كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة والحفاظ على النظافة والتباعد الجسدي. والحمد لله اليوم كنا جمعيات قمنا بهذا العمل اللي هو عمل تطوعي واللي شمل جميع أنحاء المدينة. شاكرين السلطات المحلية والمنتخبون وكل من شارك معنا في هذا باش نقوموا بهذه الحملة. درنا حملة تحسيسية على النظافة وعلى الكمامات، نقسمناهم على المدينة ودنا حملة نظافية بالكمامات وبالمنشور عليهم، ودنا حملة باش نحسوهم يحتفظوا على رؤوسهم وعلى وليداتهم وعلى جيرانهم وعلى كل شيء. الحملة التحسيسية عرفت تقديم توصيات ونصائح للوقاية من فيروس كورونا لصالح المواطنين مع توزيع المطويات التي تحتوي على التدابير والإرشادات الوقائية لمجابهة جائحة فيروس كورونا. احنا اليوم مجموعة ديال الجمعيات معدلين حملة توعية، بديناها من المارشي الكبير في المسيرة، وجايين جينا على شارع العشاريات والكورنيش وختمناها في مراكز صناعة تقليدية. قسمنا كمامات ومنشورات في جميع الإرشادات ديال الوقاية والنظافة للحفاظ من للوقاية من هذا الوباء. والداخلة راهي فيها عدد الإصابات في تزايد، وخصوصا في الثلاث أسابيع الأخيرة راه الحق واحد العدد اللي يخوف صراحة. وأحسن طريقة للوقاية هي ارتداء الكمامة والنظافة والتعقيم. والله يحفظنا ويحفظكم. باقينا نلحقوا للساكنة عنها تحافظ على جميع المواطنين، تحافظ على رؤوسها هي بعد كاع باش تعود تحافظ على الساكنة كاملة. كل بيت يحافظ على راسه باش يحافظ على غيره، يحافظوا على رؤوسهم بشروط النظافة وارتداد الكمامات، ارتداء الكمامات، يحافظوا على رؤوسهم، يحافظوا على رؤوسهم، يحافظوا على رؤوسهم من هاي جائحة كورونا. الله يستر، والله يسترنا ويستر المسلمين والمسلمات أجمعين إن شاء الله. يواصل المتطوعون والمتطوعات حملاتهم التحسيسية في صفوف المواطنين بالأماكن العامة لدعوتهم لمزيد من الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ بسبب التراخي أو عدم الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تكثيف الحملة في مختلف الشوارع والأحياء والمنتزهات والمحلات الاقتصادية والمقاهي برفقة السلطات المحلية والعمومية لتوعية المواطنين بخطورة الأمر وضرورة التعبئة الجماعية. في موضوع آخر وفي مجال الفني، تحرص جمعية ألوان للفنون التشكيلية والموسيقى بمدينة سيدي إفني خلال هذه الفترة على تنظيم عدد هام من المعارض التشكيلية على مستوى الإقليم، والنموذج الليلة من معرض الرسوم التشكيلية المعروضة بالشاطئ. في ربورتاج لمحمد المصطفى خيا وصالح الرقيبي.
أغنية ألوان للفنون التشكيلية والموسيقى بسيدي إفني تنخرط هنا وعلى مستوى شاطئ المدينة في رسم عديد اللوحات الفنية التي أبدع في رسمها فنانون تشكيليون ومهتمون عن الجمعية. هي رسوم تجسد مجموعة من المواضيع والمظاهر التي تميز إقليم سيدي إفني. العملية ديال جدارية إفني غوابا التي نظمناها تحت شعار يعني جمالية مدينتنا فن ومسؤولية، تهدف لتحقيق بعض الأهداف اللي منها أولا يعني المساهمة في سد النقص الحاصل في المجال الترويجي والتنشيطي للمدينة، خاصة بعد يعني انتهاء حملة وفترة هذا الحظر الصحي واللي كيتوازى مع أيضا مع الذروة السياحية بالمنطقة وبالإقليم بصفة عامة، وهذا من أجل خلق واحد الفضاء ترفيهي وتوعوي وتثقيفي للساكنة وللناشئة أيضا اللي كتعاني من هذا الهجوم الكاسح للقنوات العالم الافتراضي. ونهدف أيضا إلى أن نجعل هذه الجمالية أو هذا المكون الفني جزء من المنتوج السياحي المحلي والإقليمي، خاصة وأنه الإقليم والمدينة تزخر بعدة مؤهلات طبيعية أخرى، منها ما هو دي برودوي دو نيش بحال السيرف بحال البارابونت بحال الصيد بالقصبة، بالإضافة إلى المنتجات المجالية التي يزخر بها يعني سميتو المناطق الخلفية بالإقليم. كلهم فنانون تشكيليون من أبناء الإقليم وآخرون مهتمون أبدعوا في رسم هذه اللوحات الفنية على جدران. هم مبدعون ممن رغبوا في إبراز مهاراتهم الفنية على هذه الشاكلة. هاد الجدرات اللي درنا كتجربة ماشي التجربة الأولانية، غتكون ربما التجربة الرابعة ولا الخامسة، غير هاد العام مع جات حدا الشاطئ وكان يقبل بزاف على الشاطئ، كانت واحد الإقبال اللي هو كثير فهمتي، وحنا كجمعية يعني خدامين كانت تعاونوا بيناتنا شي كيساعد شي وكلها والمدرسة ديالو، كاين مثلا اللي كيخدم بعض المدارس، كاين اللي كيخدم جوج، كاين اللي كيخدم ثلاثة، كاين اللي كيخدم وحدة، وشاركوا معنا أجانب فيما في واحد الإفريقي، وشاركوا معنا الناشئة حتى هما يعني شجعناهم، وكاين عاوتاني الهوات اللي دعمناهم مزيان ومشاو مزيان في هذه الجداريات هذه وكتجربة لهم حتى هما يعني، والحمد لله راه كاين واحد العطاء وكاين واحد المردودية وكاين واحد الفعالية. كنتمنى اللوحات ديالي يعجبوا السياح المغاربه واللي خارج ارض الوطن. كنشكر هذه الجمعيه، جمعيه الوان، اللي دارت هذا العمل الفني. جمعيه الوان للفنون التشكيليه والموسيقى بسيدي إفني واحده من المجتمع المدني الناشط بالاقليم في مجال الفنون التشكيليه والموسيقى، ولها جهود جباره بذلت على صعيد كامل تراب الاقليم بعالميه الحضري والقروي في مجال تشجيع الرسم والابداع والمهارات الفنيه عامه. جديد الصحف الوطنيه الصادرة يوم غد الجمعه في قراءه لمحمد تروزي لنتابع. بدايه جديد الصحف الصادره يوم غد الجمعه من يوميه الاحداث المغربيه. وكتبت: المغرب يرد على استفزازات البوليساريو بالمعبر الحدودي الجرجرات بمراسلة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. الرد تم عبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الذي نبه الأمانة العامة للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن وأعضائه إلى خطورة الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها عناصر من البوليساريو بمعبر الجرجرات الحدودي. وكشفت الأحداث المغربية أن الرد المغربي جاء متزامنا مع تحرك بعثة المينورسو نحو المنطقة فورا لمعاينة الوضع وإرسال جنود من المينورسو قصد التدخل لإخلاء الشكل الاحتجاجي لعناصر البوليساريو، خصوصا بعدما عمدوا إلى نصب خيام بالمعبر الحدودي. يومية الصباح كتبت: أعلنت المدعوة أمينة حيدر نهاية منصة حرب الانفصال ضد المغرب، إذ أعلنت القيادة المدعومة من قبل الجزائر انسحابها من رئاسة ما يسمى تجمع قدسة، وبذلك أصدرت شهادة وفاته بعد صراع على ريع متجر في تقارير مفبركة كانت تصدر إلى المنظمات الحقوقية، حيث جرى الإعلان عن الحل والتوقيف النهائي لعمل هذا الإطار والوقف عن إصدار أي قرار أو بيان أو تقرير أو وثيقة من أي نوع. وكشفت الصباح أن في الإعلان إشارات عن وجود تخوين بين انفصالي الداخل بعد تقلص الدعم الخارجي وتضاؤل ريع حقائب الدولار القادمة من الجزائر في ظل الأزمة الخانقة التي يجتازها اقتصاد الجارة الشرقية.
صحيفة جودة الإلكترونية كتبت: تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طنطان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء الأربعاء الثاني من شتنبر الجاري من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و49 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تشهد في تنظيم الهجرة غير المشروعة والتجارة بالبشر. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمجموعة من أحياء مدينة طنطان متلبسين بتنظيم عملية الهجرة السرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المجزى في هذه القضية عن حجز سيارتين وقارب مطاطي علاوة على جهاز لتحديد المواقع ومحرك بحري. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت: انعقد أمس الأربعاء اجتماع بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب لدراسة آخر التطورات المتعلقة بالاستعدادات للدخول المدرسي الجديد لموسم 2020-2021، والذي يأتي في ظرفية استثنائية مرتبطة بجائحة وباء كوفيد-19. وقد تم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة عامل إقليم وادي الذهب على الطرق الكفيلة بضمان حسن سير عملية الدخول المدرسي الذي سيبدأ في السابع من شتنبر الجاري، مع استحضار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية. وقد تم خلال ذات الاجتماع عرض مختلف السيناريوهات والصياغ الممكنة التي فرضتها هذه الظرفية والتي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة الدراسية وفق أي تغير في الوضعية الوبائية على مستوى جهة الداخل وادي الذهب. وطالب والي جهة جميع المتدخلين في الموضوع التعبئة واليقظة لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يأتي في هذه الظروف الاستثنائية، داعيا في نفس الوقت إلى مراعاة السلامة الصحية للتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية والإدارية كأولوية كبرى، على أساس اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ومنفتحة على كل الشركاء. ونختم جولتنا الصحفية من يومية المساء، وكتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن 80% من الأسر عبرت عن رغبتها في التعليم الحضوري لأبنائها، مؤكدا أن الوزارة مسؤولة عن توفير التعليم عن بعد في مستوى الجودة وتعليم حضوري في الظروف آمنة. وأكد الوزير أن إشراك الأسر في الاختيار ليس تخلي الوزارة والحكومة عن مسؤوليتها، ولكن هذا القرار جاء من مبدأ العمل التشاركي في إطار تأطير العملية التربوية من طرف الأسر، لأن التحصين الدراسي يقتضي التأطير والمواكبة والتحسيس من طرف الأسر. وحول هذا النمط من التعليم الحضوري أكد أمزازي أن الوزارة تتحمل مسؤولية ضمان فضاء آمن بفضل اعتماد البروتوكول الصحي الذي تمت صياغته بتنسيق مع السلطات الصحية بطريقة صارمة، بداية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية أو على مستوى الداخليات والمطاعم، واحترام التباعد الجسدي في النقل المدرسي، والتعقيم المتواصل للفضاءات بين الحصص الدراسية بإشراك المجالس الترابية وغيرها من التدابير الوقائية، مضيفا أن جميع المؤسسات التعليمية مستعدة لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حيث ستتم مواكبتها بجميع التدابير الصحية الوقائية. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات الجوية المنتظرة ل 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المنتظر أن تبقى الأجواء حارة نوعا ما، هذا مع احتمال تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل غبابي طبابية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 32 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بسيدي فني، 38 درجة بقليميم، 32 درجة بطنطان، 42 درجة بأسا، 41 درجة بالزاك، 25 درجة بطرفاية، 35 درجة بالعيون، 40 درجة بسمارة، 39 درجة ببكرع، و 28 درجة ببجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 42 درجة بقلت الزمور، 43 درجة بكل من مطريقة وسرد، 34 درجة بالداخل، و 32 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان لهائج ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل الجنوبية.
شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و35 دقيقة، وغروب على الساعة 8 مساء و6 دقائق. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 27 درجة بنواديب ونواكشوط، 31 درجة بكل من الزويرات وطاري، 32 درجة بتوذني، 23 درجة بكيهيدي، 29 درجة بالرابوني، و 26 درجة بتندوف. وفي مايلي تذكير بالعناوين. من بوجدور تابعنا اجتماعا تحضيريا للموسم الدراسي الجديد 2020-2021. ومجلس جهة العيون السقي الحمراء ينظم حملة للكشف عن وباء كورونا لفائدة عوانه وموظفيه. ومن سيدي فني تابعنا روبورتاجا عن الإبداعات الفنية لجمعية ألوان للفنون التشكيلية والموسيقى. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. هم مبدعون ممن رغبوا في إبراز مهاراتهم الفنية على هذه الشاكلة. هاد الجدرة اللي درنا كتجربة، ماشي التجربة الأولانية، عاد تكون ربما التجربة الرابعة ولا الخامسة. غير هاد العام مع جات حدا الشاطي وكان يقبل بزاف على الشاطي، قالت واحد يقبل ليه هو كثير، فهمتي؟ وحنا كجمعية يعني خدامين كنتعاونوا بيناتنا، شي كيساعد شي وكلها والمدرسة ديالو. كاين مثلا اللي كيخدم 4 المدارس، كاين اللي كيخدم 2، كاين اللي كيخدم 3، كاين اللي كيخدم 1. وشاركوا معنا اجانب فيما في واحد الافريقي، وشاركوا معنا الناشئه حتى هما، يعني شجعناهم. وكاين عاوتاني الهوات اللي دعمناهم مزيان ومشاو مزيان في هذه الجداريات هذه، وكتجربه لهم حتى هما يعني. والحمد لله راه كان واحد العطاء، وكان واحد المردوديه، وكان واحد الفعاليه. كنتمنى لو واحد ديالي يعجبوا السياح المغاربه واللي خارج ارض الوطن. كنشكر هذه الجمعيه، جمعيه الوان، اللي دارت هذا العمل الفني. جمعيه الوان للفنون التشكيليه والموسيقى بسيدي فني واحده من المجتمع المدني الناشط بالاقليم في مجال الفنون التشكيليه والموسيقى، ولها جهود جباره بذلت على صعيد كامل تراب الاقليم بعالميه الحضري والقروي في مجال تشجيع الرسم والابداع والمهارات الفنيه عامه. جديد الصحف الوطنيه الصادره يوم غد الجمعه في قراءه لمحمد تروزي لنتابعه. بدايه جديد الصحف الصادره يوم غد الجمعه من يوميه الاحداث المغربيه. وكتبت: المغرب يرد على استفزازات البوليساريو بالمعبر الحدودي الجرجرات بمراسلة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. الرد تم عبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الذي نبه الأمانة العامة للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن وأعضائه إلى خطورة الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها عناصر من البوليساريو بمعبر الجرجرات الحدودي. وكشفت الأحداث المغربية أن الرد المغربي جاء متزامنا مع تحرك بعثة المينورسو نحو المنطقة فورا لمعاينة الوضع وإرسال جنود من المينورسو قصد التدخل لإخلاء الشكل الاحتجاجي لعناصر البوليساريو، خصوصا بعدما عمدوا إلى نصب خيام بالمعبر الحدودي. يومية الصباح كتبت: أعلنت المدعومة منة حيدر نهاية منصة حرب الانفصال ضد المغرب، إذ أعلنت القيادة المدعومة من قبل الجزائر انسحابها من رئاسة ما يسمى تجمع قدسة، وبذلك أصدرت شهادة وفاته بعد صراع على ريع متجر في تقارير مفبركة كانت تصدر إلى المنظمات الحقوقية، حيث جرى الإعلان عن الحل والتوقيف النهائي لعمل هذا الإطار والوقف عن إصدار أي قرار أو بيان أو تقرير أو وثيقة من أي نوع. وكشفت الصباح أن في الإعلان إشارات عن وجود تخوين بين انفصالي الداخل بعد تقلص الدعم الخارجي وتضاؤل ريع حقائب الدولار القادمة من الجزائر في ظل الأزمة الخانقة التي يجتازها اقتصاد الجارة الشرقية.
صحيفة جودة الإلكترونية كتبت: تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طنطان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء الأربعاء الثاني من شتنبر الجاري من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 49 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والتجار بالبشر. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمجموعة من أحياء مدينة طنطان متلبسين بتنظيم عملية الهجرة السرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارتين وقارب مطاطي علاوة على جهاز لتحديد المواقع ومحرك بحري، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت: انعقد أمس الأربعاء اجتماع بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب لدراسة آخر التطورات المتعلقة بالاستعدادات للدخول المدرسي الجديد لموسم 2020-2021، والذي يأتي في ظرفية استثنائية مرتبطة بجائحة وباء كوفيد-19. وقد تم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والجهة عامل إقليم وادي الذهب على الطرق الكفيلة بضمان حسن سير عملية الدخول المدرسي الذي سيبدأ في السابع من شتنبر الجاري، مع استحضار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية. وقد تم خلال ذات الاجتماع عرض مختلف السيناريوهات والسياق الممكنة التي فرضت هذه الظرفية والتي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة الدراسية وفق أي تغير في الوضعية الوبائية على مستوى جهة الداخل وادي الذهب. وطالب والجها جميع المتدخلين في الموضوع التعبئة واليقظة لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يأتي في هذه الظروف الاستثنائية، داعيا في نفس الوقت إلى مراعاة السلامة الصحية للتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية والإدارية كأولوية كبرى على أساس اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ومنفتحة على كل الشركاء. ونختم جولتنا الصحفية من يومية المساء، وكتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن 80% من الأسر عبرت عن رغبتها في التعليم الحضوري لأبنائها، مؤكدا أن الوزارة مسؤولة عن توفير التعليم عن بعد في مستوى الجودة وتعليم حضوري في الظروف آمنة. وأكد الوزير أن إشراك الأسر في الاختيار ليس تخلي الوزارة والحكومة عن مسؤوليتها، ولكن هذا القرار جاء من مبدأ العمل التشاركي في إطار تأطير العملية التربوية من طرف الأسر، لأن التحصين الدراسي يقتضي التأطير والمواكبة والتحسيس من طرف الأسر. وحول هذا النمط من التعليم الحضوري أكد أمزازي أن الوزارة تتحمل مسؤولية ضمان فضاء آمن بفضل اعتماد البروتوكول الصحي الذي تمت صياغته بتنسيق مع السلطات الصحية بطريقة صارمة، بداية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية أو على مستوى الداخليات والمطاعم، واحترام التباعد الجسدي في النقل المدرسي والتعقيم المتواصل للفضاءات بين الحصص الدراسية بإشراك المجالس الترابية وغيرها من التدابير الوقائية، مضيفا أن جميع المؤسسات التعليمية مستعدة لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حيث ستتم مواكبتها بجميع التدابير الصحية الوقائية. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات الجوية المنتظرة ل 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المنتظر أن تبقى الأجواء حارة نوعا ما، هذا مع احتمال تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 32 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بسيدي فني، 38 درجة بقليميم، 32 درجة بطنطان، 42 درجة بأسا، 41 درجة بالزاك، 25 درجة بطرفاية، 35 درجة بالعيون، 40 درجة بسمارة، 39 درجة ببكرع، و 28 درجة ببوجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 42 درجة بقلت الزامور، 43 درجة بكل من مطريقة وأسرد، 34 درجة بالداخل، و 32 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان لها إجمع بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان لها إجمع باقي السواحل الجنوبية.
شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7:35 وغروب على الساعة 8:06. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 27 درجة بنواذيب ونواكشوط، 31 درجة بكل من الزويرات وطار، 32 درجة بتوذني، 23 درجة بكيهيدي، 29 درجة بالرابوني، و 26 درجة بتندوف. وفي ميلي تذكير بالعناوين. نيب جدور تابعنا اجتماعا تحضيريا للموسم الدراسي الجديد 2020-2021. ومجلس جهة العيون السقي الحمراء ينظم حملة للكشف عن وباء كورونا لفائدة عوانه وموظفيه. ومن سيدي فني تابعنا روبورتاجا عن الإبداعات الفنية لجمعية ألوان للفنون التشكيلية والموسيقى. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.